طرحت النائبة الديمقراطية الأمريكية كوري باشا التي تمثل ولاية ميسوري تساؤلا على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حول عدد الأبرياء الذي يجب أن يموتوا لتطلب واشنطن وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وغردت باش على حسابها على منصة أكس قائلة إنه لا يمكن للبيت الأبيض أن يفعل أمرين متناقضين، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى احترام القانون الدولي ثم تجاوز الكونغرس لإرسال أسلحة تؤدي إلى انتهاكات القانون الدولي. وانضمت باش إلى عدد من الديمقراطيين الذين ينتقدون إدارة بايدن لتجاوزها مراجعة الكونغرس في إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.